وإلى خبر آخر، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور عبدالله الخوالدي قانونا مؤقتا متعلقا بالتصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا. وبيّنت الحكومة أن الأسباب الموجبة لإقرار الاتفاقية هي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وتركيا وتنمية الشراكة بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري في السلع بينهما، إضافة إلى إيجاد فرص تصديرية وأسواق جديدة للمنتوجات الوطنية. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي بيّن خلال الاجتماع أن التخفيض الجمركي على السلع والمنتجات المتبادلة بدأ تنفيذه من بداية عام 2011. بدورهم أكد أعضاء اللجنة أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تراعي حق المستثمر المحلي وتعكس نتائجها على حياة المواطن في ظل ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية وارتفاع نسبة التضخم وتآكل الدخل. موضوع يعني جزء سنوات